قالت وزارة العمل هناك في روسيا ان مفيش لحد اللحظه دي معايير محدده للانتقال لبرنامج العمل الجديد، وهيتم التاكد من فائدته بتجربته على عدد كبير من الشركات والدوائر، لان تجربته على شركه واحده ان هم بالنسبه لهم ده ما بيقدمش نتائج وافيه واكيده. اتحاد النقابات العماليه في روسيا هناك قال ايه؟ بيأيد الفكره جدا وبيشجعها، بل كمان اقترحوا زياده عدد ساعات العمل اليوميه بحيث انها توصل للعدد المحدد اسبوعيا، يعني ما ياثرش القرار ده عليه وهو 40 ساعه عمل. ده مع ايه بقى؟ طبعا هم بيركزوا قوي على النقطه دي مع ان هم يحافظوا على الرواتب والاجور نفسها. لكن في المقابل بقى القرار ده اللي هم بيدعموه هيوفر ايه؟ هيوفر حاجات كتير قوي، استهلاك كهرباء، ميه، انتقالات للموظفين. خليني بس اقول بمنتهى الصراحه اللي من حضراتكم دلوقتي بيسمعني بيقول يا سلام كده امتى يطبق عندنا القرار ده ويبقى حاجه حلوه قوي. لا، هو بصراحه مش هينفع يطبق هنا في مصر. ليه؟ لان احنا دلوقتي في مرحله بناء، تنميه، اعمار في كل المجالات وتنميه شامله. يعني خلينا نقول كده بمنتهى الثقه احنا محتاجين نشتغل 48 ساعه في 24 ساعه لحد ما نشوف بلدنا في المكانه اللي تستحقها فعلا. لما كل واحد مننا يعمل اللي عليه وزياده حبتين ثلاثه اربعه، ساعتها بقى نبقى نفكر في ويك اند عامل ازاي. دايما بنبص للناس بره نقول يا سلام هم بيقدسوا الويك اند وعندهم الاجازه اجازه، بيفسحوا وبيتفسحوا وبينطلقوا وبيسافروا وبيعملوا كل اللي هم عاوزينه. بس خلينا نبص على الجانب الثاني، هم في الشغل بيعملوا ايه؟ الشغل شغل، يعني انت وقت الشغل وقت مقدس، ما فيش حد بيلتفت، ما فيش حد بيزوغ، ما فيش حد بيستاذن، ما فيش حد بينتخ زي ما بنقول، كل واحد بيشتغل صح. فاحنا هنا لما نشتغل صح نفكر في الويك اند صح. ولا ايه يا احمد؟ والله بصي انا متفق معاكي في موضوع الشغل صح، لكن مساله الويك اند صح. انا يعني رايي جدا يعني ان احنا عادي هم هيحافظوا على نفس ساعات العمل، يعني الواحد لو في اليوم بيشتغل 8 ساعات هيشتغل 10 ساعات لمده 4 ايام فيحقق نفس الانتاجيه ونفس كل حاجه ويوفر حاجات كتيره. وشوفوا حضراتكم الشوارع بتبقى عندنا عامله ازاي جمعه وسبت، يعني التنفس اللي بتتنفسه العاصمه والمدن المزدحمه زي اسكندريه والمدن الكبيره، يعني لا يعني احنا محتاجين نفكر خارج الصندوق. يعني هنشوف عموما، احنا هنجرب في الجماعه الروس وان شاء الله ربنا يكرم وتجربتهم تنجح وتتمدد دوليا يعني.